لو الحكاية فيها إن فيجو أقول إيه؟ دعوة أول ما زعلان أول ما تتدخل مش متوقعة كده كانت تكسب. بس إحنا يعني لو تشكيل البداية غلط تشكيل اللي بدأ دي غلط تمام. أو الله مطلع ناس برة 18 ما ينفعش يطلع مصر. طب مين اللي كان برة؟ لا لا يعني إيه؟ اذكر اسامي بقى ايه واحده منهم واقفه ومنا مآذن صبري ومنا طارق وفضوى عاطف ثلاثه ما ينفعش يطلعوا بره ال 18 وناس بدا ده ما ينفعش يعني انا مش عارفه يعني النوع طارق دي النوع اللي هي بتاعه امريكا صعب قوي الناس دي وفين قاعده بره يعني يعني انت شايفه ان التشكيل من البدايه غلط احنا لو التشكيل كان غير كده كنا ممكن نكسب يعني معلش الفريق كنت احنا احسن منه اتفق ان احنا شمنا كنا ممكن نكسبها احنا اللي نكسب 2 و3 كمان مين المسؤوليه مين كده هو مش عارفه مين اللي حدد التشكيل اللي حمل المسؤوليه اللي حدد التشكيل ده في البدايه طب مين حمل المسؤوليه اللي حدد التشكيل ولا اللي حمل المسؤوليه دي شايف ان احنا ممكن نعمل حاجه في الماتش اللي جاي لا ممكن نجيب جوان بس ما نكسبش كده هم يصفوا انفسهم شويه هنكسب لو صفوا انفسهم غير كده بس انت بتتكلم عن مين كده كلهم لعيبه وجهاز ما انا اصل انت صعب ان انت تبقى فرقه معلش انت لعبت زيمبابوي تونس دي قدها مره يعني زيمبابوي احسن من تونس كتير ومع ذلك عملنا معاها عملنا معاها نتيجه ايجابيه غير كده خالص يعني بص عمري ما كنت فاكر انها تتغلب عمري يعني سبب انهيار في الملعب من كل الهدف الاولاني مثلا؟ لا ولحد الهدف الثاني واحنا ماشيين كويس يعني دخل فينا جولين وكنا احنا برضه كنا مسيطرين مش عارف برضه غلطات من الجول كملي برضه المرة تمام يا كابتن.